يعني مثلا هو إجراء الأخير بما أن هاي المصارف كانت خلينا نقول يبيعون المصارف يبيعون الآن للشير للصيرفات ما راح تحل مشكلة، احتمال نفس المشكلة اللي وقعت على الصيرفة على المصارف تقع على الصيرفات، وبالتالي تبقى نفس المشكلة مؤشرة خارجيا مو مؤشرة داخليا من قبل البنك الفدرالي. لذلك هذه مثلا هاي واحدة من المشاكل، هذه مو حل. ثانيا أنت عندك 70 مصرف زين، ليش ما تراجعها أنت قبل ما تراجعها البنك الفدرالي؟ زين طيب واجه سؤال، طيب ما هي طيب ما هي إجراءات البنك، ما هي إجراءات البنك تجاه يعني مع خلينا نقول البنك الفدرالي يعني بهذا الاستهداف؟ غير نفتهم شنو العلة، وين العلة؟ العلة تهريب مثلا، العلة هو التعامل يعني مع يعني شنو الخلل بالتعامل، وقسم من هذه البنوك يقال انها هي هذه بنوك او بالاحرى الاشكاليه هو فقط بالدولار، يعني هسه هو مو المصرف انغلق بالدولار فقط، موضوع الدولار طبعا. زين الدولار ليش انت مثلا هاي حسابنا كعراق بنك المركز العراقي فاتح حساب بالفدرال الامريكي بالدولار بس، هو ما يروح يفتح بالدينار بالضبط. المشكله ايه قصدي اذا شنو العله بالضبط؟ زين انا ليش ما انا عالجت الموضوع قبل ما يعالج البنك الفدرالي؟ زين ما هي الاجراءات؟ طبعا من ضمن الاسئله يعني وجهت، ما هي الاجراءات لمراقبة وتدقيق البنوك الأخرى؟ طيب ليش إحنا عندنا 70 بنك مثلاً، وسعودية مثلاً هاي السعودية كلها عندها 23 بنك، ليش إحنا 70 على سبيل المثال؟ وهل هي كلها مسيطر عليها؟ وهذا اللي جاي يصير. زين التدقيق سواء الداخلي أو التدقيق مع المنصة الإلكترونية الأمريكية والشروط الأمريكية، هذا بدأ صار له 7 أشهر. وهل هذا أنت 13 سنة قبلها ماكو تدقيق الآن؟ وهل هو هذا التدقيق مفتوح؟ وهل الآن هو التدقيق ناجع؟ يعني هو مضبوط 100%؟ طيب أحد الأسئلة الأخرى، ماذا بعد هذا القرار؟ هل هنالك مصارف أخرى ممكن تتعرض إلى ما تعرض إليه؟ زين لا أنا سألته سؤال محدد وهو يعرف سيد المحافظ، سألته قلت له الدولار راح يبقى يصعد وش قال لكم؟ مو يعني قلت ماكو إجابات واضحة، ماكو إجابات واضحة، وهو حمل جزء من الموضوع إلى يعني باقي مؤسسات الدولة. يعني على سبيل المثال موضوع تهريب العملة عن طريق المنافذ الحدودية والسيطرة عليها، الضريبة، هذه الضريبة وغير، هو يقول لك أنا هذا مو أنا اللي أتحمل.